جد عايز اخد منك يعني في منافسه في ارض الملعب او في منافسه في الرياضات بشكل عام بين الانديه، بس في منافسه تانية خالص ليها علاقه بالسوشيال ميديا بين الانديه برضو. مين الانديه الاكثر تفاعلا في 2023؟ خلينا نتكلم بشكل عالمي. في انديه اكثر يعني متابعه في 2023، وفي انديه اكثر متابعه بشكل عام. حلو تمام. لو احنا رحنا دلوقتي وهنشوف الارقام قدامنا، هتقولنا الصور دول الاكثر 20 نادي متابعه على لا دول اكثر 20 نادي تفاعل في 2023 عبر انستغرام. اول نادي طبعا هو ريال مدريد، وبعديه برشلونه. ريال مدريد وبرشلونه كريم دايما مكملين معانا، يعني صح. من ساعه ما ابتدينا الشغلانه وهم كده كده يعني ارقامهم انا اول وتاني. بس عايز اقول لك ان السنه دي ارقامهم اقل من السنين اللي فاتت. يعني ثالث نادي نصر. تفاعل على مستوى انستجرام في السنه كلها كان نادي النصر. نادي النصر من ساعه طبعا كريستيانو. مش كريستيانو بس، انت عندك كريستيانو وماني وناس كتير وناس. فالتفاعل بقى من كل انحاء العالم بشكل كبير جدا. بعد كده باريس سان جيرمان، بعد كده ده فنربخشة. فنربخشة اوكي، جالاتا سراي، وبعد كده تشيلسي. وبعد كده شايفه كويس ايوه، بعد كده اعتقد بشكتاش، وفي المركز العاشر انتر ميامي، نادي طبعا ميسي. يعني خلينا اقول لك برضو اخش بقى على يونايتد وليفربول وبايرن. يعني تخيل بقى ان مثلا النصر رقم 3، وخليني اديك مثال مثلا بارسنال ولا اليوفي اخر واحد. مانشستر سيتي اخر واحد رقم 20، مانشستر سيتي وارسنال واليوفي رقم 20. يعني تفاعل الناس مع الانديه السنه دي مختلف بشكل كبير. خريطه الانديه على السوشيال ميديا بتتغير السنه دي بشكل كبير. هسالك سؤال بصراحه. ليه احنا ما لناش في الرانك دوت العالم، رغم ان احنا انا بكلمك على مستوى المصريين، احنا من احنا تفاعلنا كبير جدا، الاكونت بتاعت الانديه دي مغرينا. صح. ليه مش موجودين؟ وخليني اقول لك ان النادي الاهلي دايما جمهوره سبب ان هو يكون من الاكثر تفاعل بشكل كبير. بس التفاعل بتاع المصريين مش ظاهر هنا. بس خليني اوريك في سلايد بتقول ايه اكثر 20 بطوله الناس بتتفاعل معاها. أوكي، من البطولات دي يمكن طبعا رقم 1 هو تشامبيونز ليج، ورقم 2 البريمير ليج، ورقم 3 الليجا. لكن منهم الكاف، بطوله افريقيا للانديه وبطوله افريقيا للمنتخبات. ممتاز. فالاثنين دول التفاعل بشكل كبير بسبب مصر. يعني وجود دوري ابطال افريقيا ووجود بطوله افريقيا للامم ده بشكل كبير بسبب طبعا دوري ابطال اوروبا رقم 1، بعد كده الدوري الانجليزي، وبعد كده الدوري الاسباني. صح. اوكي، كاس العالم. خليني اقول لك ان كمان بص يعني هتلاقي كمان ان الدوري السعودي موجود برضو ظاهر على الخريطه. هتلاقي اقول لك ان الدوري الامريكي ظاهر على الخريطه. خريطه التفاعل مع جمهور الكوره ابتدت تتغير كريم في 2023 بشكل كبير جدا. ممتاز. والسبب الاساسي هو الانتقالات زي ما قلت لك. خليني اقول لك ان فجاه انتر ميامي، انت بتشوف الاول جون بيسجله ميسي بيجيب 70 مليون عندهم على الاكونت على انستغرام. بس فجأة أكاونت ما كانتش الناس وصلت لمليون. بتلاقي فيديو أول هدف ميسي نزل سجله لما نزل بديل أول ما انتقل إنتر ميامي، 70 مليون مشاهدة. 70 مليون مشاهدة؟ 70 مليون مشاهدة. أوكي. 50 مليون مشاهدة للقطة بتاعة إن باكم بيدي ميسي الكرة الذهبية. فكل جون ميسي بيسجله بيزيد من أسهم الدوري الأمريكي، بيزيد من استثمارات الدوري الأمريكي، مش بس إنتر ميامي. فده مش بس شغل على السوشيال ميديا، ده شغل على الارض، وشغل في التذاكر، وشغل في البيزنس، وشغل في اسم البراند او اسم الدوري ده في العالم. الناس بقت ساعات بتفتح تشوف الدوري ده بيتذاع فين لمجرد وجود ميسي. ودي نفس التجربه اللي بنشوفها طبعا في دوري السعودي، وبنشوفها في دوريات تانية. لا، هل ده بيأثر؟ طبعا بيأثر بشكل كبير. طيب.